حاله. ضايعين. جينا درنا هذه الوقفه الاحتجاجيه على اساس واحد المطلب اللي هو مهضوم. الا وهو التعويض عن 17 سنه ديال العمل مع الشركات اللي كانوا كيزودونا بواحد التعويض اللي هو واحد المنحه شهريه اللي هي كان الناس بنوا عليها واحد الافاق وخذوا عليها ديون، خذوا عليها سكن اقتصادي، فاذا به كنتفاجئوا بالمسؤولين ديال مجلس المدينه كيقسيونا من هاد دفتر التحملات الجديد، فاذا بما كانوا كيقولوا بان غادي يعوضونا، لا لحد الان ما تم التعويض ديال حتى شي شخص، فاذا به كنتفاجئوا بان كيرفضوا لنا التعويض، ولهذا حنا كنطالبوا بالحق ديالنا. ما دام ليديك كانوا مفوضين عندها عمال جماعيين وعوضتهم، اللي بغات ترجع من الجماعه عوضتهم، حنا ما عوضتناش، بغينا نعرفوا السبب علاش، لان هذا المسؤول هذا اللي مسؤول على التدبير المفوض، كيفاش تم الاقصاء ديالنا حنايا بدون موجب حق. حنا بالاجمال كاملين كاين 1070 واحد، هادو هما المكاتب ديال هادو، كنا حنا من المرحله الاولى كانت 2004، في 2004 شدونا من الجماعه، كنا حنا في النظافه، حنا من عقلنا وخدامين في النظافه، وعدونا بانه غتكون مرحله انتقاليه، وكانوا ما كانت لا اليات لا كاميوات وداك الشيء، حنا اللي نجحنا المرحله الانتقاليه تدازت، وعدونا باش غيعوضونا ولا غيمشيو للشركات البيئه. دابا لحد الان ما كاين، ما بقاوش حتى شي مسؤول ما تيتحاور معنا، حنا دايرين هادشي تحاوروا معنا، شنو كاين؟ شنو هو الحل ديالنا؟ انا من الناس اللي مضرورين، انا الان تنتخلص من الجماعه، تدوز خلصتي للبنكة، كريديات حزوا عليا ما تنتخلص، ولادي كنت درت لهم، كنت مقريهم في المدرسه ما بقاش، خرجتهم معاون جاك البريم، كان بديت عليهم مستقبلي 17 عام، جيت حيدوا لي في ليله وضحاها. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.